السلام عليكم الإخوة والأخوات، أتمنى وأن نراه الصوت يوصلكم. صوت مليحة صحيح الأخ عبد الحق. المهم يبدو من خلال هذه الأيام الأخيرة هو أنه يبدو هو أنه الصفحة راه صارت مجمدة بشكل واضح، صاروا المنشورات اللي ننشرهم في الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية ما يوصلوش لأكبر عدد ممكن من الناس مثل ما كان وقت سابق. المهم الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا بإمكانكم هو أنه تنشروا فقط الرابط نتاع البث هذا. وعليكم السلام الأخ ناصر، صحيت الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك المجهول. صحيت الأخ بوعلام، الأخ حسين، هيا ما شاء الله. صحيت الأخ أمين. إذن الإخوة والأخوات نحاولوا أن ندير مداخلة فيما يتعلق بهذا الشوشرة اللي راها جارية. كاين فيه بعض الناس هكذا اللي هما حاطين رواحهم أرباب في هذا الحراك وصاروا يخونوا في الناس ودون أن نذكر الأسماء. نهار ليلو كان نحب نتحدث على هذا الناس قسما بالله العلي العظيم والله العظيم ننفرج فيهم خلق ربي، مرمدهم التمرميد اللي عند ربي خبرها. انا ما كانش واحد يجي يكسل فمه ويجي هو راح دار البارح السيلفي والله واحد من هذ الناس هذو اللي هما ظهرتهم من القنوات الفضائيه قلبوهم شخصيات سياسيه، مع انه اي انسان سياسي لو كان يتبع المداخلات نتاعهم ويتبع التحليلات نتاعهم يا ودي الكذب اللي يكذبوا فيه غير ربي اللي على بالو بيه. بعد ذلك وجوههم صحاح وكذا. الإخوة والأخوات هذو درك الناس اللي راهم ظهروا في الحراك ابتداء من 22 فيفري وروح لهون، هذو راهم لقوها طيبة. هذا ما يجيش واحد دوكا يتربب عليا يدير روحه ما أنه كأنه راهم نسمع في كلام هكذا حتى أنه قال حركم. إيش متحررني أنت؟ أنا مناضل من 89 هذا رغم الصغر تاع السن نتاعي في ذاك الوقت هذاك. مناضل ماشي زعما قال ومنخرط، فهمت؟ انا ما يجيش واحد انا دوك يكسل فمو عليا دوك. انا في 2019 30 سنه نضال يومي نعرفوا هذا النظام، نعرفوه. ما يجيش انا واحد دوك اللي يجيني في 2019 يجي يكسل فمو عليا انا ويجي هو يتربب عليا. وحتى صارت الناس ترك مثلا قال مثلا في هذا الاطار هذا نتاع الحوار هذا كانهم اوصياء. لازمك انت شكون انت باش تملي انت الشروط نتاعك على الناس وتصير انت تخون في الناس. قال مثلا واحد راه يحب مثلا حوار او مثلا واحد راح ينتخب. والله وصلت الناس الى درجه نسمع في واحد نحبش ندخل في كاين امور على بالك لو كان ولي الواحد يتكلم ويلي يقيس الناس لحقت الناس الاطلاق. او خدم الخشخاش تاعك شويه لحقت الناس. هو انه تعادي بعضها البعض ما هو الوسم الاولى في الشرع الإسلامي. هذا خطر كاين بعض من الناس اللي حتى أنه منهم اللي يستدل بالآية نتاع القرآن ويستدل بالأحاديث، يعني رويبضة نتاع صح، يعني اللي يصدق عليهم الحديث رويبضة بأتم معنى الكلمة. ما هو الأولى؟ هو أنك أنت تحافظ على صلة الرحم، تحافظ على العلاقة الزوجية، تحافظ على البيت نتاعك، تحافظ على الأسرة نتاعك، والله انت تخرج انت هجاله برا، تخرج برا
وتحسبوا انتم قفازه هذه نتاع طيح الكلام والله، او مش رجوليه، تحسبوا انتم هذه فانتازيه نتاع انه واحد يخرج لبرا هكذا ويتربب على الناس. قسما بالله طيح مع واحد راسويا بس على بالك يحكمك برا، يسحبك في الطريق، يدمغك، يرعفك، مانيش عارف انا واش يدير لك. او حشمو شويه، حشمو وراها ماشي قفازه، ماشي فحوله. تا دركا هذا نظام، النظام هذا دوك راه جاثم على 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 رؤوس الجزائريين. بعض من الناس اللي راهم دركهم يتحدثوا على قضيه تاع شرعيه، وعلاه بوتفليقه شرعيه، وعلاه قايد صالح شرعيه، وعلاه واش اسمه جنرال توفيق شرعيه، وعلاه شاذلي شرعيه، وعلاه بومدين شرعيه، وعلاه بنبله شرعيه. وكان وليو نتحدثوا بالقضيه هذه نتاع شرعيه، ما كان حتى واحد عنده شرعيه، ما كان حتى واحد عنده شرعيه. انطلقت الثوره، هاد الناس اللي راهم راحوا داروا ثوره. ها يمكن نحكيوا بهذا المنطق نتاع شرعيه مثل ما راهم يحكيوا عليه الناس. قبل ما نجيو نتحدثوا على التبون وكذا، هذه راها دوك النتيجه احنا وصلنا لها. الناس مخليه الاصل وتناقص في التفاصيل، مخليه كيما نقولوا المقدمات وتناقش في النتائج. هاي نبداوها من الثوره، قبل اندلاع الثوره هاي كانت فيه جمعيات تنشط، من بينها الجمعيه نتاع العلماء المسلمين، وكان فيه حزب ينشط اللي هو مصالح الحاج، واغلب القاده نتاع الثوره كانوا كلهم منضوين تحت المظله نتاع مصالح الحاج في ذلك الوقت. هاد الناس اللي هما خرجوا للاباء نتاع مصالح الحاج. لو كان نوليو نحكيو بالشرعيه، عندهم شرعيه؟ ما عندهم شرعيه، لكن مع ذلك هما قاموا بمبادره، هذيك المبادره استحسنها الشعب الجزائري وانخرط فيها تدريجيا في الثوره. وفيما بعد هذا انه كانوا نحكيو على الشرعيه، ومن بعد كانت فيه اشياء ماتوا فيه رجال، ونعقد هذاك المؤتمر تاع الصمام وفيه توصيات في المؤتمر تاع الصمام. لو كانوا نوليو نحكيو بالقضيه هذه نتاع الشرعيه ونتاع كذا، صار مصالح الحاج قلبوه خائن. من بعد صاروا يقولوا على بومدين باللي ما كلمش قرطاس، وصار خونوا الامير عبد القادر، ما خلوه حتى واحد بلا تخوين. خونوا الامير عبد القادر، خونوا مصالح الحاج، خونوا بومدين، ومن بعد في الجهه المقابله خونوا فرحه عباس، خونوا بن خدع، خونوا كريم بن القاسم، خونوا عبان رمضان. شخصيات كثيرة يعني، دون هو أن ندخل في التفاصيل. فهذه القضية هذه نتاع التهم ونتاع الترباب ونتاع التخوين نتاع الناس والاتهامات هذه ماهيش جديدة، ما خلقتش مع تبون وما خلقتش مع بوتفليقة، راها قديمة. بالتالي دوك حنا دائما نركز على الجذور، خاطر أنت لما أنت تحكي في هذه النتائج هذه ما راكش رايح توصل حتى النتيجة. جذور، احنا عندنا أزمة معقدة، أزمة ذكرها ذوك كاين فيه عنوسة، كاين فيه بطالة، كاين فيه فساد، ضرب الأطنب نتاعو وصل حتى المسجد، وصل حتى الجوازة السفر تاع الحج، كاين فيه أشياء كثيرة، كاين فيه تركة كبيرة اللي راها الآن موجودة. بالتالي أنت ذوك لازمك تتعامل مع هذا الوضع. إذا احنا تحدثنا عن القضية نتاع الشرعية، راها ناس كانت حكومة مؤقتة، نوليو نحكيو بالشرعية بهذا نتاعنا. شكون اللي عطى الشرعية للحكومة المؤقتة هذه؟ عطاها لها شعب، هي مجموعة من الناس قروا وتفاهموا ثم وداروا حكومة مؤقتة. عطاها لها شعب؟ ما عطاها لهاش الشعب، ولكن كانت ثورة قائمة، كانوا رجال يخوضوا في الميدان، كانت عندهم هي شرعية، شرعية السلاح، فهمت؟ فرضوا رواحهم بالقوة. بالتالي دوك هما سحبوا منهم هذيك المبادرة. فيما بعد الشيء اللي وصل هو انه وصل بن بلة، وصل بن بلة راهو اسمه فرحة عباس، رغموه على جال باش يدير الاستقالة، كان هو منتخب في هذاك المجلس التأسيسي الأول، ومن ثم واسمه ايت حمد دار الحزب نتاعو معارض. وفيما بعد بوضياف، وصارت فيه اعتقالات البوضياف وبومدين، قال واسمه اتعمد،
وصارت فيه حتى احكام بالاعدام. هذه القضيه تاع التخوين هذه وقضيه الاعتقالات ما خلقتش اليوم باش يجيو، راه كفاح ونضال مستمر، ولكن راه الان تطور هذا النضال وتطور هذا الكفاح بتطور التكنولوجيا وبتطور الوعي نتاع الشعب الجزائري. وحنا الان راكم تشوفوا الان انا نتحدث معكم في فرنسا، راهم الناس راهم يتبعوا فينا من قارات مختلفه، راهم يتبعوا فينا وراهم يسمعوا فينا من جهات مختلفه، حتى على مستوى عالي حتى في الرئاسه راهم يسمعوا فينا. كان يا هل ترى بكري انت، انا راني قال مثلا ساكن في الدجره، بالمفهوم نتاع بكري كاش واحد يسمع بيك؟ درنا احنا في ذاك الوقت اعتقد في سنه 82 والله 82 اعتقد 82 ولا 81، المهم في بدايه تاع الثمانينات، والله ماني شافع التاريخ بالضبط. درنا اضراب لمده اعتقد 10 ايام في الدشره نتاعنا هذيك، كان معنا لا كهرباء ولا غاز ولا طريق، المدرسه وخدمها شعب، فهمت؟ درنا اضراب لمده 10 ايام وقيلا الدشره كامله، كانت هذه برج الغدير دائره، عندنا 3 كيلومتر 3 كيلومتر تروح تمشي، قريه عايشه فيها في عالم واحد اخر، وما زال حتى الان الناس اللي خدموا ديورهم وحدهم، والناس هم اللي نشطوا خدموا، احنا اللي لمينا في العائلات في ذاك الوقت، دارت الناس التريسيتي بدراهمها، ودرت الناس الغاز بدراهمها، ودرت الناس الطريق بدراهمها، والمدرسه واش درتوا انتم؟ واش درتوا الان في 2019؟ واش صح لنا منكم؟ بصح لنا والو، وانا الان رانا ناضلوا من اجل على جل باش تكون جزائر جديده. جبتها انا كامثله، راحت لي الفكره واش كنت نقول، جبتها انا كامثله. فالقضيه هذه درك نعاود نرجع للبدايه، هذه القضيه هذه نتاع شرعيه، هذه شكون اللي عنده شرعيه؟ جا درك هذو فرضوا هما امر واقع، هذ الناس هذو اللي كانوا هما درك مسلحين هازين السلاح وكانوا يحاربوا المجاهدين، فرضوا واقع ميداني، كانوا ناس سياسيين هما يفاوضوا في السلطات الفرنسيه، وفيما بعد هما فرضوا واقع. من بعد دوك سحبت منهم المبادره، وفيما بعد راهم داروا هما المجلس التاسيسي هذاك، وفيما بعد كان في هذاك المجلس نتاع الثوره، وفيما بعد المهم مع الحزب نتاع جبهه التحرير، وتحدثوا على مؤتمر، ومع ذلك كانت فيه نقائص وكانت فيه كذا وكذا، ولكن احنا رانا الان في 2019، كاين بعض من الناس اللي هما راهم فاهمين باللي دوك هذو اللي راهم يتحدثوا في الحراك كانه جاتو هكذا كادو. يا ودي راه الناس راه ماتت، راه اجيال ماتت، راه تضحيات. هذه الانسان اللي هو حب يتجاوزها هذا انسان رخيص، هذا انسان ما يستحيش، هذا انسان مش ولد فاميلا، وهذا انسان ما تنتظروا منه حتى خير البلاد. هذا الانسان اللي هو يعني يا صاحبي ناس راه دير طرقات، مهما كانت النقائص، كاين فيه طرقات، كاين فيه مساجد، كاين فيه مستشفيات، كاين فيه وكاين فيه وكاين فيه، ومع ذلك كان فيه نقائص، كاين ظلم، كاين فساد، كاين رشوه، كاين محسوبيه الى غير ذلك. انت الانسان هذا المنطقي والانسان الموضوعي والانسان هذا اللي يسمو، انت لما تجي تقيم انت حاجه قيمها بالايجابيات نتاعها والسلبيات نتاعها، ماشي غير تروح انت درك هذا تهز وسمو ودير روحك انت راك انت هو. شكون انت يا شكون انت؟ انا لما كنت مناضل انا في الميدان في سنة 1989، أو كاين بعض الناس دون هو أنه نسميهم كان في النظام، كان في النظام، كان ربما يمد الرشوة باش يروح يخدم في وزارة ولا باش يروح يخدم هو فيه، كان يمد الرشوة. من بعد يجي دوك كان يتربى بالي، يجي يتكسل عليا يقول لي أنا باللي راهو زعما شغل راهو فاهم، واش فاهم أنت؟ واش فاهم؟ ماك فاهم والو، والله العظيم لو كان نتحزم لكم اسمانا بالاسماء قسما بالله نرحلكم. هاي ورانا ساكتين وهزين هبالكم، وكاينه بعض الاشياء رانا متجاوزينها برك،
ما ناش حابين هو انه نزيد الناس تفقد الثقه في الجميع. قسما بالله كاين بعض من الناس اللي كنا نتكلم عليهم بالاسماء ونتحدث على بعض الاشياء، والله واحد ما عاد يزيد يشوف في الجد نتاعهم، خلاص يحشموا شويه، يحشموا. درك كاين واقع تفرض هذا، فرضوه درك، واقع فرضوه بومدين في ذلك الوقت هو وبن بالله، وكانت هناك صراعات. هذيك الصراعات هي كانت موجودة وكانت فرنسا بالمرصاد، كانت فرنسا تحوس هي عشية الاستقلال، كانت حابة هي تفرض العملاء نتاعها. وبومدين هو في ذلك الوقت دار انقلاب، فهمت؟ دار انقلاب والله، دخل هو بالقوة نتاع السلاح وفرض واقع هو بن بالله، وكانوا هما مدعومين من القاهرة ومدعومين هما من روسيا. باش تفهموا درك هذا الصراع، درك الآن مازالوا الآن هذوك الناس راها تحكي على واسمه على روسيا، وتحكي على واسمه، راها قضية تاريخية راها تتجدد. مازال درك هذا ذوك تبون، حبيته ولا كرهته، كاين بعض من الناس درك هو راهو ينظر لها نظرة نتاع انه راهو حراك ومانيش عارف انا وقيصر، رغم اني راني ضد التصرفات نتاعهم، ورغم انني راني ضد بعض الاشياء، ولكن لازمكم تفهموا نوعية الصراع. هذا درك مثلا قيد صالح محسوب على اساس انه راهو من المعربين، وهذا التبون نفس الشيء راهو محسوب باللي عروبي كما راهم يقولوا في المصطلحات نتاعهم هذيك. باش تفهموا نوعية الصراع، لما تفهم انت نوعية الصراع لازم تعرف انت دوك التاريخ هذاك. كاينه بعض الاشياء اللي تفهمها تربطها مع بعضها البعض باش تعرف هذه القضيه. هذه الناس تاع اللي راهو يحكي لك شرعيه، واش من شرعيه؟ بوتفليقه كان عنده شرعيه؟ ما كانش عنده شرعيه، كان امر واقع مفروض هو انه نسحبوا مجموعه من المرشحين في سته وتفرض واقع على الجزائريين. ولكن مع ذلك لما ساهم هو الى حد ما، كان فيه نشاط من قبله من زروال، فيه انه فيه حوار مع هذول المجموعه نتاع الاياس، واستطاعوا سحب البساط من تحت الجماعه نتاع الجيه ونتاع كذا. كانت فيه مجازر من طرفين، من الناس اللي راهم كان عندهم توجه اسلامي، ومن الناس اللي راهم درك موجودين بالصوت وبالصوره. محمد السعيد هذاك ربي يرحمه، انسان مفكر، انسان عالم، قلبوه انت يقعد لك مع واحد فوايو، فهمت؟ يقعد لك مع واحد فوايو يجي يتربب عليه. ونفس الشيء الان راكم تشوفوا فيه، انت انسان يجيك فوايو حراق، ما عندوش حاير في جد باباه الحلوف، ويجي هو يتربب لك على دكاتره، ويتربب لك انت على فلاسفه، ويتربب لك انت على كتاب، ويتربب لك انت على ناس سياسيين وانت كذا، وباش بهذا المقفله رؤوسهم، فهمت؟ هذا المقفله رؤوسهم، هذو اللي كانوا هما في ذلك الوقت شعلوا البلاد وطربقوها، درك هذو الناس قادرين يزيدوا يديروا محرقه واحده اخرى، لانه ما تعظوش، لانه ما قراوش التاريخ، لانه ما فهموش هذا الصراع اللي راهو كان موجود. بالتالي درك هذه المساله هذه نتاع الشرعيه، هذه الشرعيه هذه، ما الناس اللي راهم يتحدثوا على الشرعيه، شرعيه بجات بومدين كما اسمه، كما كنت نقول لكم انا، زروال منين جابوه بالانتخابات، يخي راهو جابوه مجمعه، جابوه كان في قهوه يدومن، جابوه قالوا له ارواح راه البلاد راها راح تطرطق، وراها كذا وراها كذا وراها كذا، جابوه. ومن بعد خلقوا له شرعيه، هما لما يحبوا يخلقوا الشرعيه الواحد يخلقوها له من خلال الاعلام، ويمهدوا لها عن طريق الصحف وعن طريق القنوات وعند كذا. ومن بعد قال له تكلم، روح اهضر، واقترح ومد افكار وذيك وذيك ومنا، ويخلقوا له الشرعيه. ولما واحد يحبوا يحاربوه يسكروا عليه الابواب، خلاص يسكروا عليه لي فان، ما كان حتى حاجه تتحرك. اذا الاخوه والاخوات، هذه القضيه دي نتاع شرعيه، لما يجيوكم دوك مثلا هما يهضروا لكم يقولوا لكم على تبون باللي ما هو شرعي، ما كان حتى واحد عنده شرعيه، كاين امر واقع انت لازمك تتعامل معاه، فهمت؟ لا بن بله كانت عنده شرعيه، ولا بومدين كانت عنده شرعيه، ولا شاذلي كانت عنده شرعيه، ولا بوضياف كانت عنده شرعيه. بوضياف داروا انقلاب، داروا انقلاب، خير انا حضرنا احنا الانتخابات نتاع التسعينات، فازت الجبهه الاسلاميه للانقاذ بالانتخابات البلديه والبرلمانيه، وفيما بعد داروا انقلاب عسكري،
وكان واحد من بين الجنرالات هذه لازمكم تبحثوا عليها مليح المرة الجاية نذكر بالاسم. كان واحد من بين الجنرالات اللي كان هو السهر نتاع كريم بالقاسم، باش تعرفوا باللي الصراعات هذه راه مازالت تتجدد، وراهم كاينين الناس اللي الان راهم داخلين فيها، واحد من لافامي نتاع عبان رمضان، واحد من لافامي نتاع كريم بالقاسم، وراها الناس تتحرك عندها تصفيه حساباتها، وهذاك راهو دوك هذا راهم واسمو القايد صالح راهم حاسبينه من الاتجاه نتاع بومدين، وهذا واسمو تبون راهم حاسبينه بالاتجاه نتاع بومدين، ومازال نفس الصراعات راها تغير في العناوين نتاعها. ما يجيوش يخدعوكم، هذه هي القضيه محسوبه هكذا، وراها الناس تتحرك. وكاينين بعض من الناس، واحد راهو قال مثلا راهو هو منتمي الجماعة اللي راهم كانوا هما معاه وش اسمه شعباني، فهمت؟ شعباني قال راهو من المنطقة نتاعو، من بسكرة ومن الغواط من الصحراء من ذيك، عنده الفكرة هذاك نتاع شعباني، وراهو يحب ينتقم. واحد كان باباه معاهم، واحد كان جده معاهم، واحد كان خالته معاهم وكذا، وراهو هو حب ينتقم من الجماعة هذه نتاع بومدين، ومازالوا الصراع راهو يتوسموا بوتفليقة على من كانوا حاسبينه، وكانوا حاسبينه على بومدين، ومع انه هو ما عندوش ممارسات نتاع بومدين. اذا في القضيه هذه نتاع شرعيه كاين ناس راه تتغطى برك، لكن راها عندها خلفيات واحد اخرى، ناس راه تدي في الدراهم، الناس راه تدي في مشاريع، الناس راه تدير في صفقات، الناس كذا، والناس يلا رايحه مدفوعه يطبعوا فيه يدزوا فيه محرقه فيها اكثر من 200 الف قتيل، الاف المختطفين، مئات الالاف نتاع اللاجئين مازالهم اليوم راهم يوميا يخرجوا بالمئة وبالمئتين الحراقه وكذا، والناس يجيو يلعبوا لهم كذا، وهذه نتاع شرعيه ومش شرعيه، مشي تلعب على روحك روح هضرها مع الناس المبوقلين. يجيك انت انسان فويو، يجيك انت يا مش نهضر على الحراك، كاينين ناس شرفاء، كاينين ناس متربيين، كاين ناس متخلقين، كاين ناس ولاد فاميلا، كاين ناس عندهم افكار، ناس عندهم تصورات، ناس عندهم مشاريع، ناس حابين الخير للبلاد، هذو فوق الرؤوس نتاعنا. ولكن في المقابل كاينين دي فويو راهم موجودين، وكم تعرفوا الاعلام لما يحبوا يرجعوا واحد انسان بقول رجعوه صحافي، فهم راسه فارغ ما يعرفش يجيب اربع كلمات، رجعوه صحافي ورجع كذا، وكتاب ناس ناشره كتب وناس دايره مشاريع ودايره كذا، حاطينهم كوتي، واحد ما يسمع بجدو، واحد ما على بالو به. يجي انا انسان بغل حاشا حاشا خلقه ربي، يجي انا يمشي دكتور يحكمه من وذنيه ويمشي يمشي فيه، نمشي ما نمشيش معاك انا، ما نمشيش معاك انا. اذا في القضيه هذه نتاع شرعيه، قبل ما نحكي على هذا الحوار، هذه قضيه نتاع شرعيه اللي لازمكم تفهموها، ما كان حتى واحد عنده شرعيه، واحد ما عنده شرعيه. انا شفناهم انا عارفهم، قادر الناس نسميهم بالاسماء نتاعهم، كانوا قبل الحراك كان يدير لايف يدير فيه يشوفوه 300 ولا 400 من الناس، فهمت؟ 300 ولا 400 من الناس، ولقاوهم كاين الناس اللي لقاو قنوات فضائيه نفختهم، ولقاو صحف وكذا، صاروا يديروا اللايفات نتاعهم وكذا، وحاطين رواحهم باللي راهم يمشيوا في الشعب. تمشي انا نقول لك كلمه قاسما بالله، لو كان ما يجيش الانسان يحشم من عائلته الله، نقول لك كلام اللي تكون قدامي هكذا نبزق عليك قاسما بالله. كاين منهم لو كان يهبط للبلاد، والله العظيم واقسم بالله المصحف الشريف، غير شوفوا نقول لكم قاسما بالله ان يرجموه بالحجر، يرجموه والله، يوم ما يكونش فيه حراسه نتاع امن، والله قاسما بالله ان يقطعوه بالمرصو. شعب ما نحكيش على الدوله، ما نحكيش على النظام، كون منطقي، كون عقلاني، كون كذا. ناس كاين صراعات راها الان تتجدد، وما زالت هذه الصراعات اللي راها موجوده هذه نتاع عربي وقبايلي، وما كانش منها وما كانش منها، وحنا رانا خاوه، ما كلا خاوه لا والو، بركه من الكذب تاعك، بركه من تبلعيط. ناس دايرين اعلام، ناس دايرين نشيد، الناس راهم موجدين ارواحهم حتى للحرب، وتجي تقول لي انت يا خاوه، ما يكرهك هو هكذا في الاصل، يكرهك. كاينين من خاوتنا القبائل اللي راهم هما درك هما راهم هما وطنيين، وراهم هما يحبوا الدين ويحبوا العربيه، وما عندهمش هذا الاشكال هكذا، ولكن في المقابل كاينين الناس اللي هو تذكر له كلمه عربيه ياكلك، وكاينين الناس راهم يخدموا فيهم بالغباء نتاعهم، يخدموا فيهم بالجهل نتاعهم، يخدموا فيهم راهم سالكين. كاينين الناس اللي راهم درك هما يعني هكذا يقول لك انا ما نربحش العيب معاهم، والله ندير انا كذا وكذا، لكن الصراع هذا موجود ما تقدرش انت تخفيه.
صراع نصرها طالب باللغه نتاعها الرسميه وطالب بالعيد نتاعها التاريخي، وراهم يقول لك باللي احنا اهل احنا الوسمو دائما يهضروها احنا الوسمو الاصل نتاع هذه البلاد، وهذ العرب راهم جاوا محتلين وهذا وكذا. فانت لما انت تشوف انت تربط هذا الكلام تربطه انت بتبون وتربطه انت بهذا يوم مربوط به، راه يشوف فيك باللي انت انسان محتل، موش يشوف فيك باللي انت راك جزائري. كاين الانسان اللي راهو دوك هو مثلا راهو قابل للحوار، قابل للنقاش، عنده افكار سياسيه، عنده مشروع، عنده كذا، هذا تقدر انت تتكلم معاه، تقدر انت تلقى معاه نقاط نتاع مشتركه، تقدر تلقى معاه انت اطار عام هكذا اللي انت تفهم انت وياه وفيما بعد. ولكن كاين الناس اللي راهم درك هما داخل هذا الحراك راه مش قابلك ويستعمل فيك، يلا يتلاقاو ثلاثه ولا اربعه من الناس اللي هنا يجيو يحكيو في قضيه، يجي واحد يدخل معاهم ثم او هاز الدربو هنا فهمت. وكاين بعض من الناس، كاين بعض الحمقى وبعض الاغبياء ما على بالهمش، فهمت، ما على بالهمش، هما راهم قول لي خاطبوا في الناس قال هاكم تشوفوا انا موجودين هنا في البرج، هنا في سطيف، هنا في قسنطينه، هنا في غردايا، هنا في عنابه، في منين ما تدير انت مجموعه يجوا يخرجوا لك ثم، يخرجوا لك ثم. يا خويا انت احنا رانا نحكيو على قضيه وطنيه، نحكيو على قضيه وطنيه، نحكيو على مصير تاع بلاد، نحكيو على مصير تاع اجيال. كاينه بعض الاشياء موش الوقت انت حابش تحكي عليها وماكش انت اللي تحكي عليها يا صاحب الراس المقفل، ماكش انت اللي تحكي عليها. يجيو ناس اللي راه دوك فيما بعد هما تصير عندهم شرعيه شعبيه، وفيما بعد راهم منتخبين، وفيما بعد تحكي الناس على الاطار العام وتمشي الناس وحده وحده. اما باش يجي واحد دوك انا انسان فويو يجي انت يحوس مشيك انت امه او طلقوا عليها والله. اذن الاخوه والاخوات، اذن الاخوه والاخوات، هذه القضيه نتاع شرعيه لازمكم تفهموا هذه المسائل. هذه الصراعات ماشي جديده وراها تتجدد، مازالت هذه القضيه بومدين ميت يا صاحبي، مازالوا يهضروا عليه، مازالهم يهضروا عليه، وما زال حابين ينتقموا منه. هو ميت، سيد ميت من 79، من 78 هو ميت، والناس ما زالهم ينتقموا من بومدين، هو تحت القبر، ويقول لك باللي هو اللي درنا. فرنسا خاطئة، حكي على فرنسا من الذي صنعته بالشعب الجزائري. بومدين هو اللي جاكم، رغم انه بومدين هو اللي قراكم، بومدين هو اللي داركم القرون، فهمت، المدارس اللي دارها والجامعات اللي دارها والمؤسسات اللي دارها. وكان جراه بومدين عنصري والله ذيك، ما يديرش مصانع في تيزي وزو، ما يديرش مصانع في بومرداس تاع البترول وانتا كذا وانتا كذا، فهمت. فيما بعد جاي الناس حاكمه الصنع تراك لقاوها واجده، حاكمين مراكز، حاكمين مفاتح، وحاكمين مفاصل نتاع الدولة، ومحقورين مظلومين كذا، أحزاب عندهم، جمعيات عندهم كذا، طالعين هابطين، فهمت. الناس راها منفية، الناس لاجئة، الناس ماتت، الناس كذا. وكاين بعض المبوقلين من الإسلاميين هذو كما قلتاش أنا في وقت سابق، هذو لازم لهم الكي، هذو لازم يتكواو باسكو علاش مازالهم إلى الآن. ما تجيش تستعملني أنا، فهمت. احنا دوك الان مثل ما قلت في القضيه هذه نتاع الشرعيه، ما كان حتى واحد عنده شرعيه، فهمت. جي واحد انا نتفق مع اللي جدي ولا نختلف معاه، فهمت، نتفق معاه ولا نختلف معاه. كاين بعض المواقف قال مثلا انا ما تساعدنيش، والله قال مثلا انا راهو على باليش انا اخذ موقف غير موفق، والله قال مثلا في اطار هكذا. جيبوا علي جدي اللي كان في الساحات العموميه، كان سمو، يجي انسان نقول واحد الهضره نولي نحرك في يجيك انت كبول، يجيك انت وسمو يمسخ به الارض. في المقابل اللي بالحاج بالحبس في السجن في المعتقلات، شكون واحد منكم يا طحاحنا، شكون واحد منكم تعذب قدو 18 سنه
سجن. كل مرة يهزوه، كل مرة يهزوه، كل مرة يعتقلون. نختلف معاك، قال مثلا مسموح، بس ولكن لازمك تفهم الضغط هذا اللي راهو عايشه. تا واحد برك يغلقوا له الكونت نتاعو، يعودي مانيش عارف واش يديروا. كونت في الفيسبوك مش حتى نتاعك، يولي عضف الناس. 18 سنة هو تحت الضغط، هذه مخابرات تدي فيه، وهذه شرطة، وهذه كذا، هما قاعدين ثم تعذيب، السب، إرادة كاملة. هاك تشوف فيهم درك برك واحد ما انتخبوش عليه، برك يعشي السيد إرادة شعبية في القضية هذه، الصراعات هذه، وهذه اسمه ماهيش حاجة جديدة. شكون اللي عنده شرعية؟ يا نهضروا، نوليو نهضروا بالشرعية. ها ملوك جماعة نتاعو الفيس هما اللي انتخب عليهم الشعب في 91. هاي عندك شرعية انت كيما عنده علي بالحاجة، نولي نهضروا بالشرعية. عندك شرعية انت كيما عنده علي جدي والله. هم كاينين نواب راه منتخبين، وذوك قال انور هدام راهو برا في الخارج، راهو عنده شرعية. تراك امام واقع لازمك تتعامل معاه، فهمت؟ راك امام واقع تتعامل معاه. الناس هذو درك قال راهم درك هما حوسوا على حوار، فهمت؟ نطرحوا اسئله، ومن حقنا ذلك، اسئله موضوعيه ومنطقيه، ونحاولوا هو انه نلقاو مخرج للبلاد. انت لما تقول انت التبون هذا بنو تاع الكوكايين، فهمت؟ تاع الكوكايين ومنه راه انت تطلب معاه الحوار يتحاور معك، ما يتحاورش معك، ما يهدرش معك. يا اخي فرعون يا سيدي، يا اخي ربي، يا اخي تقولوا مسلمين ولا بطلنا؟ فرعون وراه امر ربي سيدنا موسى، قال له فقولا له قولا لينا لعله. فرعون كان قايد صالح، راهو كان امر واقع، فهمت؟ وراه قال مثلا هو خذا مواقف، وراه اتهم الناس بالخيانه وكذا وكذا وكذا، قلنا فيه، انا شخصيا قلت فيه كلام كبير، فهمت؟ وما نعتذرش منه، فهمت؟ وكنت البارح ضده، واليوم ضده، غدوه، ولكن كاين واقع جديد انت تتعامل معاه. درك جا السيد هذا راهو جاب خطاب جديد، راهو قال باللي انا امد يدي للجميع، فهمت؟ اول شيء هو انه نطرح السؤال، قال السي تبون مرحبا، تراك تحوس على الحوار، مرحبا بك، ولكن الحوار على ماذا؟ هل ترى دوك مثلا انا كي تقول لي مثلا انا الحوار ماش نتحدث على النفسي انا، يعني نطرح فيها كذا فرضيات وكذا. انا دوك قال انا تحوس على الحوار، الحوار على ماذا؟ حوار على جزائر جديده يا خويا، على العين وعلى الراس، مرحبا. الحوار من اجل باش نديروا مشروع مجتمع يا خويا، على العين وعلى الراس. اما باش تجي مثلا قال انا الحوار من اجل تقسيم مناصب، او قال مثلا تجيب انت ناس، قال مثلا من الحراك تهز انت واحد باباه كان يقطع في الطريق، وكان كان كان كان, كان يقتل في عباد ربي، وجي ترجع منه انت انسان عنده شخصيه وعنده كذا، وقال غدوه انت تعطيه منصب نتاع وزير ولا نتاع كذا، نقول لك انا نو سي محمد، نحن لك بالمرصاد، تبون ولا غيره، نحن نتعامل من اجل الجزائر، من اجل المصلحه نتاع البلاد. وانا شخصيا من هذا المنبر اوجه النداء لشخصيات اللي راهم كانوا هما في وقت سابق، مثل احمد طرب الابراهيمي، مثل حمروش، مثل علي بن محمد، وناس اخرين اللي راهم كانوا هما تاع جمعيه العلماء المسلمين الى غير ذلك من الشخصيات اللي هما راهم اقترحوا مبادرات في وقت سابق. الان راه الفرصه مواتيه من اجل وضع هذه السلطه امام الامر الواقع. قال يا ودي حنا دوك ثم راك مدعيتو الحوار، قال مرحبا، نحن نرحب بهذه المبادره ونتعامل مع الامر الواقع، ونقترح، قال مثلا مبادره، نقترح مشروع، نقترح كذا. انا شخصيا العبد الضعيف منذ سنوات وانا اتحدث عن القضيه هذه تاع المؤتمر، ما خلقتش مع 22 فيفري، مع المناضلين نتاع السيلفي ونتاع الفيديوهات هذو اللي راهم دوك ما يتباهوا بها قدام الناس.
احنا كنا نتحدثوا، كنا نتحدثوا في الوعي، كنا نتحدثوا، كنا نشرحوا في المأساة. لو كان ما جاش هذاك الوعي اللي راهو درك هو سنوات، هو راهو كيما نقولوا المخاض هذاك، راه ما وصلت الناس لهذا المستوى وهذا الوعي. انا راني كنت حاط الراس نتاعي الفينغا، فهمت؟ ها دوك مدني مزرق ولاو الناس يشوفوا فيه، ها ملوك ولاو هاكم يشوفوا فيها في الشعارات، قال ما تخوفوناش بالعشريه. منين جات هذه؟ منين جات؟ كاش واحد كان فيكم يقدر يتلاقى مدني مزرق ويهضر معاه؟ كاش فيكم كان واحد عنده الشجاعه باش يتلاقى العياده ويتكلم معاه؟ كانوا يخوفوا بهم، تجيبوا من الاذاعه نتاع وطني وقلبتهم كيما الناس، نفس الشيء نتحاور مع الجدارمي ونتحاور مع العسكري، كانوا يجيو ضباط برتبه نتاع كوموندو ونتاع كولونيل، وكانوا يتحدثوا معنا في الاذاعه نتاع وطني ويجيو يشاركوا معنا، وكلها من اجل خلق وضع واحد اخر. لانني اؤمن وما زلت على قناعه باللي الحوار هو الحل. الحوار احنا كنا نمارسه فيه، مانيش انا لك انا قال لك انا راني مستعد للحوار حاجه جديده، انا كنت نمارس فيه. وشعب درك راهم دوك هما داخل هذه الحركه، راهم هما يمارسوا في الحوار. واش هو جديد؟ جديد هو انه هذه السلطه الجديده راها دعت على جلب بشريه. قال مثلا في وقت سابق راهم راحوا هما اختاروا ناس، اختاروا ناس. درك اذا كان هما زادوا عاودوا داروا نفس الشيء، احنا رانا نكونوا رافضين لهذا الواقع الجديد. احنا نحوسوا هذه الشخصيه الجديده، الشخصيه هذه اللي هي راها كانت في وقت من الاوقات كانت هي دايرة الوسمو مبادرات، تعاود هي تقترح مبادرات، تقترح مبادرات ونشوفوا رد الفعل نتاع هذه السلطة هذه. إذا كان درك هذا تبون راح جابوا حمروش مثلا استقبلوا، أو أحمد طالب الإبراهيمي، أو علي بن محمد، شخصيات اللي راه درك مثلا عندها ثقة في هذا، يعني الحركة راهو يثق في هذه الشخصيات، وراهم درك هما قدموا مثلا المبادرات، وكانت هذه المبادرات محل نتاع ترحاب. شفنا قال مثلا حكومه من هذه الحكومه يروح يجيب لي انا ناس راهم ماشيين معاه، من الناس اللي راهم كانوا يطبلوا في الانتخابات، والله يجي انا تحطوا لي انا دوك في الحكومه، رايح يرفض من طرف الشعب. حوسوا على جل حل جديد هو انه تكون فيه قبل ما هو يقدم على يا خويا خلي هذا جدو هذا، واش نديروا به هذا، هذا واش اسمه هذا بدوي، هذا خليه في بلاصتو، فهمت؟ خليه في بلاصتو هو بحكومته. ونحوسوا هو انه اولا يجي حوار قبل ما تروح انت تقدم، هو انك انت تدير حكومه، يكون هناك حوار قبل مع شخصيات سياسيه اللي هي دون اقصاء. راه اقول دون اقصاء يا خويا، عيط للناس، عيط لي بالحاجه استقبلوا تكلم معاه، عيط لأحمد طالب إبراهيمي، عيط الحمروش، عيط الشخصيات اللي راه دوك عندها حضور، عيط نتاع الار سي دي، عيط لنتو حمص، عيط الوسمو، تحاور الناس اللي راهم دوك كانوا هما هادو جماعه نتاع رشاد، الجماعه هذو اللي كانوا في الضباط الاحرار، ما يكون حتى اقصاء، فهمت؟ ناس اللي راه عندهم درك هما فضل في هذا التوعيه وعندهم سبق في هذا النضال هذا، تتقش معاهم الناس وتتحاور معاهم الناس وتمشي. قال واش رايك حنا رانا نقترحوا، قال فلان هذاك رانا درنا عليه بحث وراه كذا وراه تعين من انه انسان عنده يعني كفاءه وعنده كذا، نقترحوه في الوزاره الفلانيه، ويكون هناك حوار. وانا شخصيا يعني مازالني اقترحت ولا زلت اقترح هو انه يكون هناك مؤتمر. انا ما عنديش امكانيات، لو كان جات عندي الامكانيات لو كان درت لكم من جيبي، فهمت؟ السلطه، الناس اللي راكم مع تبون بالغلو هذا الكلام، راهم كاين، انا عندي يقين راسخ باللي راه كاين منكم راهو يتبع فيا، من الناس اللي كنتوا تنشطوا معاه على المستوى الوطني، مش حتى انا على المناضلين هذوك، والله نحكي على الناس اللي راهم واصلين وصلوا له هذا الكلام. انا اقترح هو انه يكون هناك مؤتمر في الداخل وفي الخارج. في الخارج علاه؟ من لانه كاين هناك كفاءات كثيره راها موجوده في الخارج، تعطي لها الفرصه، لانهم في الداخل يغموهم والعقليات تختلف الناس اللي راهم في الداخل وفي الخارج، ويكون في بلد محايد، قال مثلا سويسرا ولا بلجيكا، والله سيدي حتى يكون في فرنسا ورا المشكل، دوله يا اخي راها دوله، يكون في فرنسا ورا المشكل، خرجوا لكم من هنا
من هنا من حجر نتاع فرعون نخرج لكم هنا مؤتمر ونخرج لكم طاقات ونجيبوهم من كل وسمه من هنا من فرنسا نديروا مؤتمر في الداخل وفي الخارج. انا نعلق لكم لي زافيش راني قلتها لكم في وقت سابق ونزيد نقول هذوك، ولا كان ما تقبلونيش مش مشكله، ديروا الناس اللي هما في المستوى مؤتمر في الداخل وفي الخارج وتشارك فيه كفاءات تشارك فيه طاقات، والمؤتمر هذا بغيت إرساء أسس صحيحة لجمهورية جديدة كنا نقوله فيه قبل الحراك، والمصالحة تاع التجسيد تاع المصالح حقيقية تكون من بعد. صفيوا هذه المسائل، هذه الصراعات اللي كنا احنا من قبيل نحكيوا عليها، هذه القضية تاع عبن رمضان وكريم بالقاسم، ونصفيوها صفيوها من خلال بحوث تاريخية كل واحد في المجال تاعو، هذه القضية تاع اللغات كل واحد في المجال تاعو، ونصفيو هذه الأشياء هذه كامل نصفيوها من خلال هذا المشروع تاع النهضة الشاملة. كون مؤتمر في الداخل وفي الخارج تشرف عليه السلطة وراه المشكلة. احنا كنا قال مثلا في وقت سابق في ظل هذاك الحكم تاع بوتفليقة والله، لأنه ما كانش لا ثقة ولا هم يحزنون، لكن إذا كان ذوك الرئيس هذا راهو ذرك هو تبنى هذا المشروع وراه صار هو واحد من الناس الخدام نتاعو، راه راح يسجل اسمه في التاريخ وستذكره الاجيال، والتاريخ راه يسجل الرجال من خلال التضحيات نتاعهم ومن خلال الافعال نتاعهم، ماشي من خلال الهضره نتاعهم في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في كذا. ام كاينين ناس راهو ترشحوا كانوا عندهم مسؤوليات وكانوا كذا، بمجرد الموت نتاعهم ما يدمحهم يسمع بجدهم، ولكن كاينين الناس اللي هم خلدوا الاسماء نتاعهم في التاريخ. ها هو قال العربي بن مهدي استشهد من اجل قضيه جزائريه، راهو الاجيال تهز في الصور تاعو الى اليوم. فهذا تبون اذا كان حب هو يخلد الاسم نتاعو في التاريخ، وهذا القياده الجديده في الجيش اللي اذا كان حبوا هما يخلدوا الاسماء نتاعهم في التاريخ سواء في المخابرات او في كل يعني الجهات، هذه فرصة تاريخية لكم جميعا على جال باش ننهضوا نصفيوا هذه الأحقاد هذه اللي راها موجودة، نصفيوا هذه الضغائن، ويكون هذا مؤتمر جامع مؤتمر شامل اللي يلم الناس كل بغية النهوض بالجزائر، نتناقشوا حول خطوط عريضة اللي هي مش محل خلاف ومش محل صراع، خطوط عريضة فيما بعد التفاصيل. يا خويا عندك حزب انت ناضل الأفكار تاعك، او عندك انت شخصيه ناضل الافكار تاعك، وانا من رايي انا مع تجميد العمل الحزبي في هذه المرحله لمده نتاع عام ولا عامين، وتتشكل حكومه نتاع كفاءات وطنيه، ويتجمد هذا العمل الحزبي لمده نتاع عام ولا عامين، بحيث انه تتصفى الخواطر هذيك نتاع الجزائريين، وتركز الناس على الأسرة، تركز الناس على اللقاءات الحميمية هذيك. بعد أخويا من جد السياسة هذه خليوا الشعب الجزائري يرتاح شوية قليلا، نشوف وتخلق طبقة سياسية جديدة، هذه الوجوه المقصدرة هذو، هذه الوجوه الممسوخة، الوجوه المحروقة هذوك اللي هما كانوا في وقت من الأوقات ملوثين، هذو روحوا بعدوا جد الراسة نتاعكم من القنوات الفضائية، بعدوا من الاعلام، بعدوا حتى من لقاءات العامه هذوك، روحوا اغسلوا عظامكم، روحوا كذا، روحوا خطيو جدنا، خليوا الشعب يتنفس شويه، النسائم نتاع الحريه يتنفس، النسائم نتاع الامل. اذن هذه هي، اتمنى هو انه توصل الرساله نتاعي لهذا الجماعه نتاع تبون، وتوصل له الرساله نتاعي، وانا على يقين من انه جماعه نتاع المخابرات على بالي بالله متبعوا فيها وتبعوا في التسجيلات تاعي سواء هنا في تونس ولا في فرنسا بشكل عام، ولا راكم تبعثوا في التقارير للقياده تاعكم، على بالي انتم راكم خدامين وناس زواليه وتجيبوا الخبزه وهذه هي خدمتكم، على بالي بها. اذا الاخوه والاخوات اتمنى هو انه هذا الناس يوصلوا هذه المعلومات بامانه، يوصلها التبون. أنا مع مؤتمر جامع في الجزائر وفي الخارج، وفيما بعد تناقش الناس خطوط عريضة، تتشكل حكومة نتاع إجماع وطني وحكومة نتاع وحدة وطنية، وتبدأ الناس تحضر للانتخابات الرئاسية القادمة من الآن. هو أنه أنا أقترح هو أنه الانتخابات ما تكونش بالشكل
اللي عهدناه تاع انه قال مثلا واحد هكذا يعلن باللي راهو ترشح ويصير لك هو مرشح للمستوى الوطني كما قال مثلا هذا بن فليس والله، ومن بعد يروح يدي 0.0000% كونوا مرشحين على المستوى الوطني. كيفاش يبدا الترشيح؟ من المستوى نتاع البلديه تبدا من الان. قال تتشكل الهيئه هذه بعد ما يكون المؤتمر، والله تتشكل هذه الهيئه المستقله نتاع الانتخابات من خلال الناس قانونيين ومن خلال شخصيات يعني عندها باع في السياسه وفي القانون وفي كذا، وتبدا التحضيرات على المستوى البلديه، يعني بعد ما يكون فيه انتخابات بلديه حقيقيه وبرلمانيه حقيقيه تبدا تحضر ناس انتخابات رئاسيه. قال ابتداء من البلديه تبدا ترشح الناس، يا خويا اللي عنده الطموح يتفضل، عنده تكون قال شروط كذا تترشح الناس، فهمت، على المستوى البلديه تكون فيه تصفيات على المستوى الولايه. وقال مثلا يترشح واحد على المستوى الولايه يفوز واحد، من بعد هذو نتاع الولايات يديروهم نتاع النواحي. قال مثلا في المنطقه، قال مثلا منطقه نتاع الشرق، منطقه نتاع الغرب، منطقه نتاع الوسط، منطقه نتاع الجنوب وكذا. وفيما بعد هذو اللي هما في النواحي يخرجوا، يخرج واحد منهم، واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من الوسط، واحد من الشمال، واحد من الجنوب، يخرجوا خمسه مثلا من الناس، وواحد في الخارج ايضا، هذو الاخوه اللي راهم موجودين في الخارج يخرج واحد منهم سته. ومن بعد الشعب يختار هذاك الشخص اللي هو هذا الانسان اللي هو ما عندوش شعبيه في البلديه نتاعو. كيفاش انت ديرو رئيس وراكم شفتوهم؟ هذا الانسان اللي الولايه نتاعو ما يخرج فيها، كيفاش يصير رئيس؟ هذا لازم انت تبدا على الاقل من البلديه نتاعك والولايه نتاعك. وهذه راها رايحه تحفز الجزائريين والجزائريات على جال باش هما يشاركوا في الانتخابات، وتبدا يعني تمشي الامور. إذن ومن بعد تصادق الناس على ارضيه في هذا المؤتمر وضمانات، وتمشي الناس وحده وحده. اما هو انه قال مثلا انت تروح تجيب حوار تتحاور مع ناس، وقال هذاك عينه سفير وعينه قنصل وعينه كذا، والله العظيم راكم رايحين تزيدوا تحرقوا البلاد، لانه راكم الان مع اجيال جديده والناس راها وصلت خلاص. بالتالي انا اطلب من الاخوه والاخوات هو انكم هذه المساله نتاع الشرعيه ما لازمش يلعبوا لكم عليها. كان حتى واحد يجي هو يتربب لا في الحراك ولا في السلطه ولا في الشعب، كان حتى واحد يجي يتربب على الشعب، قال انا راني كذا وكذا، كان والو. الناس راها ضحات تضحيات نتاع اجيال، ناس استشهدت من اجل الوطن، ناس راها معوقه، كاين الناس اللي راهم مساكن راهم واحد طارت عينه، واحد طارت وذنه، واحد طارت رجله، واحد كذا، ناس دفعت اثمان. بالتالي ما لازمش الناس هي تقفز على التضحيات نتاع الناس، كل واحد راهو يدي الحق نتاعو. ولكن الان مادام راه درك هذه الفرصه هذه التاريخيه نتاع الحوار، لازم الناس تستغلها، ما ديروش كيما الجماعه اللي في وقت الفيس، نهار كان زروال يروح يتناقش مع اللي بالحاج في السجن وتناقشوا معاهم وداروا لهم هذيك الفيلا نتاع الجنان المفتي، ومن بعد راكم شفتوا وين رحنا وين دخلنا. جات فرصه يا خويا عيط، قال اذا كان راه هاد الناس راه عندهم واسمو نيه صادقه وحابين هما يكون هناك حوار جدي وشفاف كذا، على واش نتحاوروا على جمهوريه جزائريه جديده؟ يا خويا مرحبا، انا راني خدام، الشعب الجزائري كل راهو خدام. حابين احنا الجزائر تكون فيها مستشفيات، حابين الجزائر تكون فيها مدارس وفيها جامعات، حابين الجزائر تكون فيها يعني مساحات خضراء مثل ما راكم تشوفوا، حابين الجزائر هو انه يعني تتطور، وحابين الجزائر هو انه يعيش فيها المواطن، فيها مستشفيات الله الله تدوي فيها الناس، فيها مراكز تجاريه الله الله تقضي منها الناس، وحابين هو انه الجزائر وعندنا الامكانيات وعندنا الرجال وعندنا الكفاءات. وانا على يقين لو كان غدوه هذا تبون والجماعه اللي راهم معاه يفتحوا المجال ويكون حول مشروع نتاع مجتمع وحول بناء جزائر جديده، حول بناء جمهوريه جديده، انا عندي يقين راسخ لو كان يعقد مؤتمر مثل ما راني كنت نقول لكم انا في الخارج ويكون مؤتمر في الداخل، قسما بالله غير تشوفوا العجب العجاب، تصير الجزائر غير الفرحه اللي راه راهي هي فرحه الشعب الجزائري غير ربي اللي على باله بها، وتصير تشوفوا في هذيك الكفاءات هذيك اللي راها موجوده في الخارج غير
يعودوا يساهموا بمساهمه اللي ما تقدرش تسمو. كاين الناس اللي راهم حابين يخدموا ولكن ما لقاوش الثقه، ما لقاوش النكبه. اذا اتمنى هو ان راني افدتكم بهذه المداخله. ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا للاخوه.